العلم زاد الإنسان في رحلة الحياة. العلم زاد الإنسان قوة. طبعا في الامتحان أنت من سيقرأ الكلام ولن يقرأ لك، والقراءة الصحيحة تؤدي إلى إعراب صحيح، لأن الإعراب فرع المعنى. الجملة الأولى: العلم زاد الإنسان في رحلة الحياة. إعراب كلمة الإنسان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لأن كلمة زاد هنا اسم بمعنى طعام أو ما يأخذه المسافر في رحلته، ومنه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن كلمة زاد هنا تعرب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو خبر مفرد والإنسان مضاف إليه. أما في الجملة الثانية فزاد هنا فعل ماضي مبني على الفتح، وبالتالي خبر العلم جملة فعلية، والإنسان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على العلم. فتكون القراءة الصحيحة للجملتين: العلم زاد الإنسان في رحلة الحياة. أما هذه الجملة: العلم زاد الإنسان قوة. وبالمناسبة قوة مفعول به ثاني، ويجوز فيها التمييز.